يعني المشكلة يعني منذ البداية يعني أن هذه الطفلة تضرت يعني خرجت من الدار تضرت في الزنقة جات أمها تبعتها في حينها يعني أنها ما لقات الكبيرة ما لقاتش الصغيرة يعني ديك الساعة تقريبا أذن المؤذن من أجل يعني القيام بعملية البحث اللي غتعم الجبال وكذلك السلاسل الجبلية وكتهم كذلك الشعابي وكتهم الجنانات يعني أن ناض الشباب ديال تفرقات وناض العيالات ديال تفرقات كنقلبوا في الجبال تقريبا شعبة شعبة جبل بجبل جنان بجنان يعني هذا في النهار الأول يعني تضرت فيه هذه البنت. بعد ذلك يعني النهار الثاني في العشية يعني تتعلم الدرك الملكي والديكلارو عندهم على أساس أن هذه البنت تضرت الغد ديالو جاو تيقلبوهم برفقه الوقايه المدنيه كيقلبوا في البيات باعتبار ان مازال هذه البنت حنا الفرض ديالي كنطرحها انها مضره ومختفيه يعني اليوم يعني العشيه عاوتاني الدرك الملكي نزلوا للجنان باعتبار واحد الشاب قال لي مودي راه سمعت الصوت ديالها في الجنانات كان كيسكي تما حتى المغرب تقريبا قال لي راه سمعت الصوت واحد البنت نهار الشباب ديال تفرقات الله يجازيهم بخير يعني انهم هبطوا للجنانات بصحبه الدرك الملكي كيقلبوا عيام يقلبوا الاثر لهذه البنت. النهار الثاني رجعنا عاوتاني للجبال ورجعنا للشعاب كنقلبوا وما لقيناش اثر. الفرضيه اللي تترجح الان بعد ثلاث ايام ديال البحث هي الفرضيه ديال الاختطاف صراحه. علاش؟ لان هذه البنت اولا يعني من ذوي الحاجات من ذوي الاحتياجات الخاصه ما قدرتش تتحرك اكثر من مسافه تقريبا 200 متر 300 متر ويعني البلاصه دابا فاش تلقات يعني والبارح ولا البارح هي يعني الجبل تيبعد تقريبا 2 كيلومتر 2 كيلومتر ونص يعني ان هذه البنت هذه ما يمكنش انها توصل بالمجهود ديالها وهي ما قدرتش تتحرك اكثر من 200 متر بالتالي ما قدرتش توصل لهذا المكان. اضيف الى ذلك يعني العمليه اللي كترجح كذلك الاختطاف يعني المساله الثانيه هي ان المجهودات ديال الناس دوار تفرقات قلبنا قلنا لك حجره بحجره فما لقينا شي شرويطه كذا تنقولوا ربما شي كلب ربما انها طاحت عندنا ربما انها كذا يعني ما لقينا لها اثار. ثم كذلك المجهودات ديال الوقايه المدنيه بصحبه الدرك الملكي اللي يعني جاوا النهار الثاني كيقلبوا في البيار قلبوا في الجنانات قلبات لا اثار يعني المخابرات ديال الدرك الملكي الوقايه المدنيه الناس ديال الدوار كلهم كيقلبوا يعني ما لقاوش اثار لا ريحه لهاد البنت ولا اثار لها يعني هذا ما يرجح يعني انا غالبا انا ارجح يعني انها اختطفت البنت باعتبار انها زهريه ثم باعتبار كذلك يعني بدايه يعني ان ظهور يعني بعض المشعوذين في البلاد واللي كيمارسوا هذه الشعوذه ربما هم شباب مراهقين. اضف الى ذلك انهم يعني لا عقل لهم ربما في تنقول انا في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمه الله وكنشكركم مره اخرى وكنشكر الدرك الملكي والشباب والناس ديال التفرقات باش ما نطول عليكم سمحوا الله الله يجازيكم بخير. البنت شحال في عمر ديالها؟ العمر عند البنت في عمرها 5 سنوات. اضيف الى ذلك كنا من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني عندها رجل شويه كذا بصر ديالها ضعيف ما تقدش يعني 200 متر انا تنقولها وتنقول ان راه اكثر ما يمكن انه تقطع هذه البنت هي 200 متر اما هي راه ما تقدش كاع تقطع 200 متر حتى هي. الفتره اللي تهضرت فيها حتى لقاو شحال تقريبا المده ديال الفتره هي 17 من 17 لغشت الى يومنا هذا راه ديالها تتحسب تقريبا 41 يوم و 42 يوم ربما الى هذا هو اللي تترجح لك هذا. يعني بنتنا ماشي نسيناها راه كان بحثوا عليها طيله هذه الايام. يحز في النفس ان دوار تفرقات اللي ما عرفش هذه الظاهره هذه بصفه عامه زقوره كلها تتشدها من ورزازات اكد الزقوره ما معروفه الا بالامن والسلام حل دارك حل شد خلي شنطه ديالك تما في المحطه خلي اللي بيزيد خلي ما كاينش اللي كيقيسك لا سرقه لا اجرام لا حتى حاجه ولا الاونه الان ان ما قديتيش تفوت على ولدك ماشي تقد تفوت على فلوسك فلوسك راه تفوتي عليهم مشاو دارك الا خليتيها دخلوا ليها يعني وليداتك دابا ما قديتيهم في جنبك ما قديتيش تفوت عليهم بالتالي داك الامان اللي قلنا انه راه ما بقاش. الناس الرساله اللي كنوجه لهم انهم يرعوا ولادهم ويحرصوا عليهم وما يخليهمش بوحدهم. اللي كيمشي للمدرسه يمشي مع شي الاب ديالو ولا شي خوه. اللي جاي من المدرسه يمشي يتلقى ليه. اللي غادي يخرج ولا كذا اللي بيت تقضى يمشي تقضى راسه ويخلي وليداته في الثقه. خلي وليداتك في دارك. راه الامان ما كاينش حتى في زاكوره ولا ورزات ولا اكدز. اقول الامان ما كاينش.